نصب اللجنة الوطنية المكلفة بإنجاز موسوعة الجزائر هذا بتاريخ الأحد 29 سبتمبر 2019. ولدي رأيان هنا. أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الأستاذ صالح بالعيد سعي اللجنة التي تضم 32 عضوا من أكاديميين وتقنيين ومهندسين إلى إتمام عملها على جمع المشتت من المعلومات كالتدوين والتنظيم والهيكلة في أجل يتراوح ما بين 4 و5 سنوات من تاريخ انطلاقه. يقول أولا دكتور صالح العيد يقول وصف هذه الموسوعة بقوله إنها المشروع الحلم والعمل الأخر الذي يمارسه القوة الجزائرية منذ العهد المميت إلى يومنا هذا ويمكن في سيرتها الرقمية ثم الورقية لذاكرة الأمة المرتكزة أساسا على مبادئ البلد وهي جغرافية الجزائر، تاريخ الجزائر والسياسة وقدرة الحكم فيها. ثم يقول فهي معلمة كبيرة ترصد مختلف الوظائف التي عرفتها الجزائر عبر العصور وتعالج مختلف الميادين حيث
حيث ستكون في مجلدات ضخمة، وقد أصدر في سنة 2020 مجلدان كبيران من الموسوعة الجزائرية مخصصان لإعلام الجزائر منذ الحروب القديمة إلى يومنا الآن. في إطار استكمال قائمة الإعلام التي تجاوزت 11,000 عام والتي نشر لها عدد معتبر في هذين المجلدين. يقول الدكتور أن نور الدين السد رئيس هيئة علمية للموسوعة الجزائرية إنه بفضل الله وعطفه وبإشراف السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح العين وتحت وصاية رئاسة الجمهورية وبجهود الباحثين الأكفاء من جميع جهات الوطن ومرافقة الخيرين الأصفياء من أبناء الجزائر الشامحة وبهذه السامحة عفوا يشرف من أرفع أسمع آيات الشكر والتقدير والثناء والامتنان والعرفان للأساتذة الباحثين الذين أسلموا معنا من كتاباته المشتى تطوعا وكرما في هذا الإنجاز الوطني المهم والذي يثري التذاكر الوطنية ويعرف بعين ثقافة وتنوعها ويظهر ما يميز في كفاءات ومؤهلات. من أهداف الموسوعة سأختصر تحديد معالم الأرشيف الثقافية والحضارية للجزائر بما يراعي جميع خصوصيتها في هويتها وأسرارها وتاريخها ومنجزاتها المتنوعة. حفظ الذاكرة الجزائرية وتحديد إنجازاتها المعرفية والثقافية. التعريف بالتراث الجزائري لمختلف مشاريعه وحفظ قطعه الزمنية وبيان منزلته من التراث الإنساني. مما أشير إليه أيضا بطاقة الاستبداد، الشيء الذي يتميز في هذه الموسوعة أو في مجال الإعلام، بطاقة الاستبداد التي اختصرت جدا وفيها معلومات قليلة ولكنها مهمة، لا يحتاج صاحب أو الباحث الذي يكتب عن عالم الإعلام أن يطيل في نصه وإنما هناك معلومات دقيقة كولادة العلم وبعض إنجازاته وبعض آرائه وهذا التعريف به والتعريف به كافة الأعلام الجزائرية. وفي الأخير أختم هذه المداخلة المختصرة بقولي وفي الأخير إن العناصر التي تضمنتها البطاقة دقيقة وواضحة وليس فيها استقرار فهي تستويسي وجمع الأفكار وهي الخطة العرقى برنامج يعرف بالشخصية المناصرة. وتقدم الموسوعة شخصيات المجتمع وتاريخها وبالتالي تاريخ المجتمع الجزائري الذي يكون وثيقة حية للأجيال يطلعون من خلالها على ذاتهم وكيونتهم وماضيهم ومستقبلهم. في ضوء ذلك يتطلعون إلى مستقبل تكرس السواعد جهدها وقوتها لتشييده وبنائه لكل خير واعتزاز. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد عزوز على هذه المداخلة وأبرش لمشاركة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بمتاحة هذا الفرصة لي لمشاركة هذا المنتقى الوطني الذي يميز بقامته الأمنية. عنوان مداخلتنا الى التي اردت اقدمها مع الاستاذ الدكتور ربيع الحبيبه هو جهود المجلس الاعلى للغه العربيه للحفاظ على العربيه في مدينه التداخل الوطني. الحديث عن التداخل اللغوي يقودنا مباشره الى دراسه العلاقه القائمه بين اللغه والمجتمع، فهو من ثلاثه ترجمان للحدث الاجتماعي المحدث للرعي القضي الذي يحمله الإنسان دفن صغير معجبي يستعمل ويتداول في قلب مرام يعود المحدث. كما أن الاحتكاك الاجتماعي والتفاوضات المنطقة والتعاملات التجارية والتغييرات التكنولوجية كلها عوامل أسهمت في خلق هذه السنة من التداول اللغوي على ثلاث مستويات. فقد قصرت وكسرت الحدود لقاطبة المعجبية التي يتميز بها كل نسخ لغوي داخل
بلاد لا بد من نشر الوعي لدى الشباب الجزائري ورسم نقاط استفاده من الرؤيه العربيه في ادمانها. ندعو مباشره الى اعراف اسباب الضعف الوعيه للمواطن الجزائري من بينها معالم الوجود في ارسام الاداب المشرفه، مثلا عندما يتقدم طالبه او ناجحه في شهاده المحاضره الى شخص معين يتجه مباشره الى تخصص الاداب، ليس فقط للغه العربيه وانما تحول من تخصص هذه المحاضره او لانه لم يحصل على النوع الكافي الذي يؤهله لكي يدرس تخصصات علميه او علميه اخرى. صعوبه في الاداب الصحيح بدايه لجهده من قواعد النحو والتقديم وغيرها، ضعف التقديم ورائد التدريس وهو إلى أي
التشخيص والترخيص اهم مجالات التيسير النحوي التي اهتم بها اولئك الاساتذه في تلك الحقبه من الزمن. وما هي المعادن التي وضعها اولئك العلماء في سبيل تيسير ماده من اعظم المواد التي تهاجرها اللغه العربيه على الاسياد؟ وللاجابه عن هذه الاشكاليات تناولت في بحثي اربع مباني. الموضوعات التي اهتمت بنحو خاص من العلماء. ثانيا الموضوعات التي لها صيغه حديثه وتاثرت في بحوثها بالبحوث الغربيه في مجال تعليميه النحو وبالضبط تطبيق اللسانيات التطبيقيه وما وصل اليه. ثالثا الموضوعات ذات الطابع التعليمي التربوي التي لها صله مباشره بالمتعلم ووسائل تعليمه. ثم هناك موضوع واحد فقط وهو تيسير تعليم الصف. من العناوين التي تمت دراستها في هذه الندوه النحو العربي المرحله الاولى صناعته وتعليمه العمل النحوي عند الحق المعنى عند الحق قضايا النفي والاثبات العربيه مقاربه وخطط النحو العربي وتفعيل الدور المبسط على ايام من الاوائل تدرس النحوي مشكلته ومقترحاته النحو العربي بين التعصير والتيسير وكان افضل استخدام التعسير وليس التعصير. قراءة تمهيدية في تيسير تعليم النحو في الأندلس درس الشنقيطية وابن حزم نموذجا تيسير النحو العربي تيسير لا التفسير تيسير النحو موضع أم ضرورة جهود مجمع اللغة الطائرة في تيسير النحو تيسير النحو العربي الموضوعات الصفية ثم تجديد النحو العربي وفق مناهج جديد تقويم مكونات النحو العربي أرى حول وصف إعادة القواعد النحوية النحو العربي والاتجاه العربي بين الدرجات وتخصيص صور الاستفادة من النظرية التوجيهية النحوية لإعادة صياغة نظرية النحو العربي النظام النحو العربي شكوى مدرسة النحو من مبنى النحو التي طلبها الاتصال بالعلم و تعليمين أبهاد. أتحدث أولا عن نصر وهو الموضوعات التي اهتمت بنحو الخاص أو نحو العلماء فقط. بذل العلماء في هذه الندوة جهدهم من نشر الحديث عن النظريات الفلسفية التي قام عليها النحو العربي. ومن هذه النظرية طرحوا إشكال وهو أن النحو بدل أن يهتم بوضع نظرية تسعى إلى تقويم اللسان تم تأثر أولئك العلماء بأبعاده الفلسفية التي كانوا شيعة فقط جعل النحو يتبع المذهب الشيعي وإن كانوا سنة أرادوا أن يقولوا النصوص النحوية وفق هذا الطرح ثم دخل ما يسمى بالجانب الفلسفي عند المعتزلة فتجد مثلا المعتزلة أحيانا يأتون إلى مسألة لغوية ويقول لها في المنزلة بين المنزلتين فهي هو يدخل أصلا من أصول المعتزلة ويطبقه على قاعدة نحو إذا ثم هناك الاختلاف الخاطئ والواسع في نظريه العلم التي خضعت الى هذا الجانب الفلسفي فلما يطرح لنا ان المطار التطوعي وينفي نظريه العلم نجده يتاثر هو الاخر بمثل المهدي بن المرت سعيد
يقولون الموحدين، وهم يقولون ان الاصوات التي يتحدث الانسان حينما اقوم بركب جمله من العربيه وارفع او انصب او اجر، ليس تلك العوامل التي نعرفها من عوامل النصب والعوامل الرفع هي التي رفعت او هي التي نصبت او هي التي جرت، وانما الرافع او الناصب هو الله، لانه خلق بك تفعل بناء على قوله تعالى إنتاج من حقيقين هذا التسير نفسي.
كما أراد أن يجمع المشروعات فهي موجودة في الأول من خطوة
الأعلى باللغة العربية وفق السند القانوني بجملة من الصلاحيات كالآتي: ينسق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها، يقوم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية، ينظر في ملائمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 7 المعدلة والمتممة للفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 91/5 المؤرخ 16 يناير سنة 1994. يساهم في إعداد احترام عناصر العملية التي تشكل قاعدة والبرامج الوطنية في إطار السياسة العامة لبرامج تعميم اللغة العربية. المسؤولون الذين تعاقبوا على المجلس: لقد تعاقب على المجلس شخصيات علمية لا عصيتها في الجزائر وهي ثلاثة: الدكتور عبد الملك مرطم ما بين 1998 و 2001، الدكتور محمد بن خليفة ما بين 2001 إلى 2012، الشاعر عزتي بيبوبي ما بين 2018 ميلادي و 2015 ميلادي، الدكتور صالح العيد من 2016 ميلادي إلى يوم الناس هذا. أولاً ثالثاً النقطة الأخيرة وأذكر المداخلة: التعليم بالكتاب. المؤلف الذي بين أيدينا هو استكتاب جماعي جاء نتيجة دعوة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح العيد لمجموعة من الباحثين أعضاء المجلس وأصدقاء المجلس من داخل وخارج الوطن بغرض الاحتفال بإصدار الكتاب الذهبي الذي يفصل المسار العلمي للمجلس وبعنوان الاستمرارية المتجددة. مضمون الكتاب: يحتوي الكتاب على تقديم بقلم الدكتور صالح العيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية متبوعا بمجموعة من المقالات العلمية البالغ عددها 36 مقالة. لم تقتصر فقط كما سلف الذكر الحديث عن المجلس الأعلى للغة العربية حسب، وإنما شملت قضايا لغوية متنوعة، وبما يلي عرض مجز للمقالات التي عني أصحابها بالحديث عن المجلس. تقديمه للدكتور صالح العيد، وثانيا المقالات العلمية وهي الاستمرارية المتجددة للدكتور صالح العيد. المجلس الأعلى للغة العربية تأسيسه والمسار والمنتزات للدكتور عبد الملك مرطم، العشرية والمستقبل المأهول للدكتور محمد بن خليفة. كلمة الدكتور عبد الله غلام الله رئيس المجلس الأعلى للإسلام الأعلى بمناسبة الذكرى العشرية لتأسيس المجلس الأعلى للغة العربية، اللغة العربية واستشراف التقنيات الجديدة من خلال رؤية مركز البحث للعلوم الإسلامية والحضارة بالأبواب للدكتور مبروك زيد الخير أفضال المجلس الأعلى للغة العربية على مسيرة العلمية والأدبية للدكتور علي القاسمي من تونس. التطور العلمي وإشكالية المصطلح في اللغة العربية إنجازات المجلس الأعلى للغة العربية نموذج للأستاذ صالح بدات، استراتيجية المجلس الأعلى في ترقية استعمال اللغة العربية للأستاذ أحمد عمر والأستاذ أحمد سعيد العرجان، جهود المجلس الأعلى للغة العربية للجزائر في تفسير العربية وتعزيز مكانتها للدكتورة وهبة الهند، التكرار في جهود التكامل في جهود المجلس الأعلى للغة العربية لتطوير اللغة العربية والنهضة بها للدكتور محمد بن لقد ضمن الباحث صالح العيد بتقديمه للكتاب جملة من النقاط من بينها التطرق إلى سبب دعوة الباحث إلى الاستكتاب الموصوف بالاستمرارية المتجددة، وهو الاعتقاد في الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للغة العربية. أما في المقال الموصوف بالاستمرارية المتجددة لصالح العيد فقد كان عبارة عن كلمة ترحيبية بدأها بالثناء والعرفان بالفضل للسيد عبد العزيز الدكتور رئيس الجمهورية سابقا الذي دعم المجلس بالتطوير والرعاية السامية. أما بدر عبد الملك مرطم وهو لب النبوغ وهو نقطة مهمة ركز عليها تتعلق بتاريخ المجلس الأعلى للغة العربية. يقول صالح العيد يقول الدكتور عبد الملك مرطم في مداخلته المجلس الأعلى للغة العربية التأسيس والمسار والمنتزه، يقول أن المجلس أسس رسميا يوم 120 سبتمبر 1998 وفقا للقانون المشيئة، وبداية هذا المجلس في النشاط كانت متواضعة جدا حيث بدأت بمكتب بسيط غير مفروش وأرضية لا تحتوي إلا على مقعد خشبي ومنظمة، حيث انعقدت الدورة الأولى بذلك المكتب وتعضى قياما إذا لما يكون وقع تأثير مكتب كاتب المجلس لأنه لم يكن قد تأسست بنيابته أصلا، ومما وقع السطر عليه في بادئ الأمر إنجازه إتمام
اهتمام بناية المجلس بكل مكاتبنا. نعم. وكل المكونات المصاحبة له ومن منجزات المجلس الأعلى في عهدة عبد الملك مطهر تأسيس مجلس اللغة العربية، إصدار معظم المصطلحات الإدارية العربية فرنسي عربي فرنسي وفرنسي عربي، تنظيم أول يوم دراسي بقصر الثقافة عن الواقع العربية في الإدارة المركزية. ما دام أن المجلس ليس لم أشار إلي لم يبقى إلى دقيقتين، أذهب إلى مداخلة لرئيس السابق الشاعر المزيد عبد العزيز اليومي، مقال بعنوان الجزائر الفضاء تنامل لغوي، التي أشار فيها إلى بعض منجزاته بذم رئاسته للمجلس، وهي تمثيل المجلس في المنابر العربية، إنجاز وتطعيمة معامل النشريات والمجالات العلمية والأدبية، تنظيم ندوة فكرية حول الشاعر سليمان عيسى بمتحف المجاهد، فتح نقاش حول مستويات اللغة العربية في الكتابات الجديدة على هامش المعرض الدولي للكتاب سنة 2013 بلادي، وفي 2014 عقدت ندوة تاريخية حول المطبوع أبو القاسم سعد الله، وفي مارس 2014 تنظيم ندوة فكرية حول مسار وبصمات الدكتور عبد القادر القديم في البرامج المدرسية وخدمة اللغة العربية. أعمال المجلس كثيرة، لا يسعنا أن نجهزها في دقائق أو في ساعات أو في حتى في كتب ومجلدات. أقول ختاما، لا يسعني إلا أن أقول خاتمة لهذا البحث، لقد اتضح من خلال هذه القراءة المتواضعة لبعض مقالات كتاب الاستمرارية المتجددة أن المجلس الأعلى للغة العربية مؤسسة علمية لغوية بامتياز أنشئ خصيصا لرمي اللغة العربية والحفاظ على نفوسها والعمل على تحديد ألفاظها وفق مقتضيات العصر. وما يلفت انتباه الباحثين أن هذا الأخير كانت بداياته بإمكانيات بسيطتها، إلا أن هذه السعار وجدت رجالا لا يعرفون الأسهم والمضي منهم حاملين في قلوبهم حب العربية وأفنانها، وهو ما يتضحهم خلال المنجزات العلمية التي أصحى عنها بعض رؤساء المجلس لهذه الدول. والشيء الجديد أن في من اعتنوا كرسي رئاسة المجلس أن كل واحد منهم وضع بصمته في خدمة اللغة العربية وتشجيع الجزائري للمحافل والتطورات العلمية في مختلف دول العالم. أقول للأحبة والحضور المداخلة لمن يريد أن يزيد ويستزيد في هذه المداخلة أسلمها له ورقية أو كما علمت وكما يعمل القائمون على هذا المنبر وعلى هذا المنطقة أن أقسم شهود أعمال هذه المنطقة، فجزاهم الله خير. الله أحفظ أسأل أن يحفظه وأن يرعاه وأن يسدد أوقاته إن شاء الله، كيف لا وأنتم خدام عاملون لهذه اللغة المهنية المهنية. بسم الله
Yeah.
لا
لم يكتب به عند الساعة. لماذا؟ لأن الاعتراف بها تخلق بظروف سياسية ولأسباب سياسية بالدرجة الأولى. لحد الساعة لم يوصل في كتابة المعجمات المزارية هل تفهم بالحروف العربية أم بالحروف اللاتينية. إذا خرجنا هذه الإشكالية للخبراء للأكاديميين لأهل الاختصاص فستمر الأمور بسلاسة. أما إذا تركناها للتجربات السياسية ولبعض الأشخاص بعض النفوس فسيكون لها أثر سلبي على المجتمع. إذا تحدثنا عن المواطنة هناك مواطنة محلية وهناك ما يسمى الآن بالمواطنة العالمية. كيف تعيش خاصة في ظل العولمة وفي ظل تقارب المسافات في ظل وسائل الاتصال والتكنولوجيا أصبحنا نعيش في قرية صغيرة. كيف نعيش في سلام؟ كيف نعترف بالآخر؟ كيف نذهب إلى أي مكان في الكرة الأرضية وأحس أنني محاكم على هويتي؟ ألا أستحي أن أتكلم في أي مكان من اللغة العربية؟ ألا أستحي أن أظهر ثقافتي وهويتي في كل العالم؟ تلك هي المواطنة التي نسعى إلى تحقيقها حتى نعيش في سلام، نعيش في أمن، بدون حروب، بدون صراعات، بدون تصادمات. مثلاً إذا تحدثنا مثلاً عن المدرسة الجزائرية، دائماً عندما لا يمتلئ كامل البنيان ونترك ثغرات لربما مرضى النفوس، دائماً نجد ذلك تصادم وصراع. نحن بعد 6 سنين من السلام ما زالت المدرسة الجزائرية لم تفصل في هويتها، ما زالت المدرسة الجزائرية عوض أن نذهب إلى أن نكتسب المعرفة والعلم وإلى أن نواكب التطورات الحديثة، أصبحت المدرسة الجزائرية ما زالت في هذه الساعة توجهاتها هويتها لم يوصل، ما زالت تجذبان عندما يعين الوزير والمسؤول دائما تجد من أي ديار هو. نزلت صراع المدرسة الشرقية توجهها الشرقية أم توجهها الغربية. المفروض هذه الأمور أن تكون قد فصلت منذ سنوات حتى نستطيع أن نذهب إلى الأمام. كذلك فالتداخل اللغوي هو وسيلة من الحين. إما أنه يكرس المواطنة والتلاحم الاجتماعي أو أنه يخلق الصراعات والصدام. تبقى هذه الإشكالية أمر أن من بين الذين يمرون لها أهمية ويحرصون على أن يكون لها العلاج هو المجلس الأعلى للغة العربية والأكاديميين والمختصين في مجال العلم. هذا باختصار وتبقى هذه الإشكالية مطروحة للمستقبل وللدراسة والبحث. فقط هذه النقطة التي ذكرناها وهي إشكالية كبيرة جدا، أتمنى إن شاء الله أن الحلول التي نجدها في الحلول وربما في هذه الأعمال في هذه الأعمال وأجد المفسرين الحلول حتى نسير إلى بر الأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله المصطفى. أما بعد أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، قبل أن نأتي الموضوع، كان لزاما علي أن أتقدم بشكر كثير إلى أعضاء اللجنة العلمية وأعضاء اللجنة أو أعضاء المنتخب القائمين على المنتخب أن أتاهم الفرصة لنشارك في هذا المحفل العلمي، وعلى رأسهم الأب الروحي للكلية الأستاذ الدكتور أحمد العثمية وأستاذتي الفاضلة راضية العلمية. الحقيقة لما اعتنيت هذا المنصة تذكرت قولا للأستاذ الدكتور مختار القاوي في المنتقى الدولي حول حوسبة المعجم، وكان أمامه العالم التوتي ورحمة الرحمن الصالح رحمة الله عليه، فقال: لما صعدت إلى هذه المنصة حملت هما والهم همان، هم مع الحب وهم مع القهر، هممت أن أقضي مداخلتي لأنني أمام رجال كبار. سرعان ما واسيت نفسي بما واسى بهم وأعطيت صاحبه، فقال: بكى صاحبي لما رأى تهبد له، وأيقن أن لا إيقاني بميسرة، فقلت: لا تبكي عينك، إما أنفس الملك أن أغلب متذمرا. فأقول لأحبتي وأساتذة القاضي: فإن وفقت فذاك ما أبني، وإن لم أوفق فتلك بضاعة وتذكير. عنوان مداخلتي كما تفضل رئيس الجلسة جزاه الله وعنا خير الجزاء هي المجلس الأعلى للغة العربية للجزائر، النشاط والصلاحيات والمنجزات، قراءة الكتاب، الاستمرارية المتجددة، احتفالية بالذكرى العشرين من 1998 إلى 2018. المداخلة أنجزت من طرفي دكتور كريم قدير المتحدث والأستاذة الفاضلة حنان فلاح من جامعة سيدي مسلم. لما اطلعنا على كتاب الاستمرارية المتجددة احتفالية بذكرى العشرين لفت انتباهنا أن الكتاب حوى عددا من المقالات التي لا علاقة لها بتاريخ المجلس، قررنا إبساطها من القراءة، وذلك حرصا منا على التقيد بمحاضر المنتقى الوطني لانجازات المجلس الأعلى للغة العربية. كما عملنا على اختيار مقالات تقدر أسد تداول على كرسيه رئاسة المجلس الأعلى للغة العربية، منطلقين من جملة من الإشكاليات الأهم: متى أسس المجلس الأعلى للغة العربية؟ وما الغاية من تأسيسه أصلاً؟ وكيف كانت بداية هيكلته؟ وما مدى تحقيق المجلس للأهداف التي أُشيئ فيها؟ وما هي أهم المنجزات التي تحدث عنها رؤساؤه من خلال هذا الكتاب؟ أولاً، تعريف المجلس الأعلى للغة العربية. يقول صاحب العلم: هو هيئة علمية ثقافية استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، مؤشر لها بمنصوب رئاسي رقم 190 ل 2026 المؤرخ 17 ربيع الأول عام 1410 هجري الموافق 11 كما هضروا.
عنده حمر هكذا ذاك من الجسم. إيش بدنا نعمل؟ واحد ليه؟ المجلس الأعلى للغة العربية وهو مؤسسة
لكن الذي يؤدي
كده حصلنا على هذه الصورة وحصلنا عليها طيب يعني لايف يعني حصلنا عليها هناك خوارز الدنيا سبعت اليوم المسرح المرابية مرة رغمنا اليوم نحن اليوم من اليوم كيف استقبل هذه الرؤية يعني اليوم وغدا كل الناس اليوم أجهزت هاتف المحمول للأسف هذا الهاتف المحمول الذي يشتغل بنظام أندرويد ومشكلة هذا الأندرويد يعني التطبيقات التي تسمى الأبليكيشن الأبليكيشنز اليوم تشوفون في المشاهد وفي جهاز الأندرويد لا تحتاج إلى تدفق الإنترنت لا تحتاج إلى تدفق الإنترنت عكس الكمبيوتر يحتاج إلى تدفق هذا النظام من جوجل ميت الذي نستخدمه الآن في عائلتنا النظام جوجل ميت أحسن من النظام الآخر لأنه لا يحتاج إلى تدفق كابل الإنترنت لأن إذا كنت تدفق كابل لا نستطيع أن نحصل على المعلومة كما هي ربما شيء يكون بسيط يعني بسيط من الفكرة أن تشاهد تلفزيون صورة صحيحة وحين تشاهد صورة كهرباء يعني مش صحيح وأن تدفق يعطوك كبير في توصيل هذه الصورة توصيل الصورة على حقيقتها ماذا قام المسرح العربي ببناء منصات؟ ما من هذه المنصات؟ يعني هذه المنصات بالنسبة للستيشنز هل هو مستعد للوعيه ومشاهده الوعيه مفهوم النقاط لذلك في صدر هذا الموضوع على النقاط
شغيل في الحسابة لزالي حبيبي غموص اللاتينية وحبس كثيرة اللاتينية ومعرفة عبارة عن اللاتينية وكان يكون شغل فيه خوال زكية البسيطة خوال زكية شغل البسيطة وخوال زكية المعرفة وبالتالي إذا استطعنا أن ندخل الحفظ العربي إلى هذه المكونة نركز أن كل المتكلمين منظومة عربية عربية هذا هو الهدف نستطيع حقيقة أن نستطيع الآن شتات اللغة العربية هو خير جدا لا نستطيع أبدا أن نوصل المعنى العربية إلى اللغة الأخرى بمسمى في البلاغة صراحة لماذا؟ أن اللغة العربية فرق مجاني وهذا المجاني مكانها من الجهة اللغة العربية البيضاء لغتها مسلمة متعددة وكلمات متعددة اللغة الإنجليزية استطاعت كثيرا أن تصل مجال مصطفى معنا اليوم استطاعوا أن يصلوا إلى اللغة الإنجليزية للغة الإنجليزية أن اللغة الإنجليزية كل هذه اللغة ليس فيها إلا 600 تخيل لغة اللغة التركية 130 تخيل لغة فرنسية معجم الروس 260 تخيل لغة معجم الروبان روبان هذا ليس تحت المنتج يعني هو يمشي هنا روبان الكافي مثل التوريد هذا المجال المطلق فيه 150 كلمة فقط فما يكون إذا اللغات العربية والفرنسية لا نستطيع أن نمشي في الوعي كما ترجع في جوجل مثلا ترجع في جوجل يعطيك المعنى أصبح لماذا لأن كل من يستطيع أن يتعلم معنى مفردات العربية في الناحية الدلالية لا يكون في العربية الدلالة الصوتية ولا المعجمية ولا النحوية ومعنى ذلك كنا هذه المنصات ايام الاعتزاز باللغه العربيه نشط مجموعه من